بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده ضيف مشرفنا من مدينة الإسماعيلية، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. احكي لنا بقى كده، عرفتنا إزاي؟ والله تابعتك من على السوشيال ميديا، من على اليوتيوب ومن على الفيسبوك بالأخص، وتابعت العمليات وارتحت إن شاء الله، يعني قلت إن شاء الله خير وأتخلص التسلي تمام. وأديني وصلت يعني. طيب أهلا بيك. أهلا وسهلا. إحنا حالتنا النهارده شاب عشريني، الوزن تقريبا 130 كيلو والطول 180 سنتي. يعاني من تسدي زي ما حضراتكم شايفين على الناحيتين، على الناحيتين، الناحية اليمين والناحية الشمال، وتراكم الدهون بشكل واضح في منطقة البطن والجوانب الشمال واليمين. استأذنك كده هنلف شوية. زي ما حضراتكم شايفين في بروز واضح للثدي، حجم كبير جدا، وهنا في البطن وهنا. استأذن حضرتك الناحية التانية، هنلف برضو الناحية التانية، برضو الناحية التانية زي ما انتم شايفين في بروز واضح للثدي وللدهون. أساسناك هنلف خالص، ايدينا قدامنا، ايدينا قدام بطننا، برضو في تراكم للدهون على الجنبين وفي كسرة واضحة في نص الظهر. ماشي، هنلف بقى خلاص. دي كده حالتنا النهاردة. هنمشي ان شاء الله خطوه خطوه مع بعض، بحيث ان احنا نشفط الدهون اللي موجوده في الصدر على الناحيتين، نستأصل الغدد اللبنيه اللي موجوده ورا الهاله البنيه، ونشفط الدهون بتاعه الجناب. ولاحظوا قبل العمليه ازاي الجناب بارزه للخارج من الناحيه دي ومن الناحيه دي. ان شاء الله بعد العمليه الجناب هتكون خط مستقيم، كل الدهون المترهله اللي تحت السره دي ان شاء الله ان شاء الله هتختفي بالكامل. تابعوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشكل النهائي للحالة بتاعتنا. لو تفتكروا قبل الحالة كان في بروز واضح في الصدر، الصدر دلوقتي بقى خطه مستقيم تماما. عملنا جرح بسيط أسفل الهالة البنية، هو ده اللي استخرجنا منه الغدد بتاعة الثدي كلها. عملنا فتحة صغيرة هي دي اللي شفطنا منها الدهون بتاعة الصدر في المنطقة اللي تحت الإبط. نفس الفتحة على اليمين هي نفس الفتحة على الشمال، نفس الفتحة هنا. الصدر بقى منبطح تماما، بقى خط مستقيم. ده شكل البطن، البطن اختلف شكلها 180 درجة. الجوانب اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل العملية ان هي كانت طالعة لبره، دلوقتي الجوانب بقت خط مستقيم، بل على العكس بقى الكيرف بتاعها لجوه من الناحية اليمين من الناحية الشمال. كل البروز الكبير اللي كان هنا كل ده اختفى، البطن بقت مسطحة تماما وبقت كلها في نفس مستوى السرة. شفطنا من حالتنا النهاردة تقريبا 12 كيلو دهون صافية، ودي الغدد اللبنية الكبيرة جدا اللي شفطناها على الناحيتين. اتمنى حالة النهاردة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم على خير.